كلامي عمره ما يخلص ابدا. معانا النهارده حبيبتي وحبيبه الكل، النجمه الكبيره منى شلبي. ايه ابيض على الجمال. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت او انت؟ هو في حلاوه كده يا جماعه؟ في شياكه كده بزمنكم؟ بس في حلاوه كده؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا جدا. انت كمان ايه القمر ده؟ ما شاء الله عليك. من بعد ما عندها بس يعني انا عايز اسالك سؤال، ده يرضي ربنا. يعني اعرفها من 18 سنه؟ اه شفتها مره في 18 سنه. هل ده صح؟ لا. عيب. لا عيب عليا بصراحه. عيب عليك ليه بقى؟ اللي احنا كل ما نكلمك انت عامله فيها سندباد وبتسافري. ايوه ده حقيقي. مش قاعده في البلد ده خالص. انا مش عارف ليه. ده حقيقي. بحب السفر انت. اه جدا. طب تعالي اقعدي. قررني بقى براحتك. تعالي. ثانك يو. ازيك يا منى؟ عامل ايه يا امير؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني. انت كمان. اخبارك ايه؟ كل حلو؟ عاملين عكسك بره. بجد؟ كنت بتقولوا ايه بقى؟ فرحيني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ شكلك زي القمر. والله يا اهوان. والله العظيم. باشا مصر بيقول لي شكلك زي القمر، معقوله يا جماعه؟ ميرسي يا امير. ربنا يخليك، منوراني. والله ميرسي بجد، انت عارفه انا بحبك قد ايه. لا ده انت يا نهار ابيض. يعني فعلا. انت حبيبه قلبي. ومبسوط ان انا شفتك النهارده جدا. انا كمان، انا كمان قوي. بس هنقعد بقى نفتكر بقى الايام بتاعت زمان طبعا، يعني تكلمي عارفه من كام سنه؟ 2004. اه يا لهوي. يا لهوي فعلا. عمر. اه زمن. ومتهيألي دي كانت أول حاجة يعني أو تاني حاجة ليا، كانت مع هالة خليل. اه كنت عملته. بص كنا عاملين ازاي؟ كنا لسه صغيرين خالص. واحنا لسه صغيرين. صغيرين. احنا لسه صغيرين طبعا. هو شكلنا بس اتغير شوية. فاكرة طبعا كواليس فاكرة الفيلم. كويس. وفاكرة المشهد ده كان فين صح؟ اه كنا في شبرا. كنا في شبرا. اه كنا في شبرا. واحنا كان شغلنا كله في شبرا. اه. في الفيلم. التالت كان في شقة منهم بس في المعادي. صح صح كده؟ بس احنا كان شغلنا. ايوه ومدام مها الله يرحمها. احنا كنا بنصور في شبرا وانا متاكده انك انت مش هتفتكر. بس انا فاكره ان انا مره قلت لك في التليفون وانت ما كنتش فاكر ان انا من اليوم ده انت طول عمرك هادي ومؤدب وبتاع شغل ويعني وكنت نعمه الاخ والزميل في الشغلانه يعني. ربنا يخليك. فاحنا بنصور في شبرا كانت زحمه جدا ومحبه اهل شبرا كانت كبيره طبعا. جدا لينا يعني. فانا جيت انا خارجه من المحل اللي احنا كنا بنصور فيه ده كان محل صغير وكان في شارع ضيق. فوانا خارجه فكانت الناس كتير جدا قدام المحل فانا توترت شويه فانت فجاه بقيت من راجل ل 100 راجل يا حبيبي. لا بتكلم والله جد ل 100 راجل كده عامل معرفش ازاي عملت كده وشلت يعني فضلت ماسكني كده لحد ما خرجنا. يعني انا شوف انت بتقولي الفيلم ده بقاله مثلا 14 سنه 18 سنة. أنا بقى فاكرة كويس اليوم ده. يا حبيبتي. لأنه عادة الحمد لله زمايلنا دايماً بيخافوا طبعاً. علينا ودايماً طبعاً إخواتنا وحبايبنا. بالظبط يعني الحقيقة إنه معظم زمايلنا بصراحة يعني أنا بحبهم كلهم بس أنت دايماً بتبقى فاكر سيتويشن، تبقى فاكر موقف، تبقى فاكر حاجة إنك من غير زميلك ده تلوس، يعني لو زميلك ده ما كانش عمل كده في السيتويشن ده كان زمانك لوس. يا حبيبتي. فأنا فاكرة ده كويس. أنت في عينينا، أنت عارفة. حبيبي يا ميرو بص. أيوه. انا بقى انا الصوره دي بحبها جدا 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 وانا كمان دي طبعا مش من 18 سنه ده لا. انا كنت بصور اعلان صح ومنى جت زارتنا في صحيح. في اللوكيشن وكان مع دكتور بيتر ميمي فطبعا كانت وحشاني جدا باين طبعا يعني انا مبسوطه انا لما بيتر كلمني وعرفت انكم بتصوروا في حته اقدر اجي لكم فيها جيت على طول لان انت كنت وحشني جدا كان بقالي بقى عمري ما شفتكش فعلا طبعًا. يعني بس فباين بقى الحب مشعوط في الصوره يعني عدم معبطه فيك عشان انت حبيبتي بجد حبيبي والله حبيبي يا ميرو حبيبي والله انا مبسوطه قوي قوي اني معاك النهارده بجد وكل حاجه يعني برضه انا حابه ان اقول كده قدام الناس انه قد كده انت برضه رحلتك ما كانتش سهله خالص عشان توصل للمكان ده الحمد فكل لله. ستاب بتعملها عشان تاكد نجوميتك او تعليها دي حاجه بتسعدني جدا يا حبيبتي لان انت راجل عصامي ودي حاجه يعني الحمد لله. لازم كلنا نبقى فخورين بيها الحمد حقيقي لله. يا حبيبتي الله يخليكي احنا اللي فخورين بيكي طبعا وانت طبعا يعني برضو نفس الموضوع وبدايه الحمد يعني لله. بالك من زمان جدا ومشيتي مشوار طويل جدا يعني ومتهيألي ده من وانت صغيره انت بتحبي موضوع التمثيل صح وانا صغيره قوي انا ما كنتش عارفه ان انا ممكن امثل لان انا كنت يعني جوانية كده مش بتكلم كتير فأسكت خالص وما بتكلمش وكده بس دايما كنت بكذب عليهم كتير في البيت
فهي ماما بقى ربنا يديها الصحه، هي بقى اللي قالت لي انت لازم تمثلي لان انت بتخفي من بعد الساعه 9، لان انا بقعد اتقوى في البيت من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 9، لحد ما العيال تخش المدرسه والطابور يطلع والحصه وقت تبتدي، فما ينفعش تخشي. خلاص انا خفيت، فانا خفيت ما عشان تعرفي تكملي اليوم بالظبط. ما انت فضلتي عيانه تفضلي قاعده في الاوضه مش هتطلعي بالظبط. العيال كلها بتعمل كده دلوقتي فعلا، كله بيعمل كده والله. مش عايزه اروح خالص، مش طايقه. قمر من انت صغير، بس الواحد والله شكله اتغير جدا. لا بس فيها منك طبعا كتير. مش عارفه، ما اتغيرتيش كتير والله يا من. مش عارفه يا امير. يعني انت لما بتبص على نفسك وانت صغير مش بتحس شويه انه ايه ده؟ يعني انت يمكن عينك بتاع، بس يعني مثلا حتى احلى الاوقات لا انت شكلك اختلف خالص عن احلى الاوقات. صح، بس الحمد لله ان الواحد كل سن بيبقى حلو فيه برضه، يعني كل سن بيبقى ليه حلاوته. طبعا. لا بس فعلا يعني ببص دلوقتي على صوره احلى الاوقات انا واحد تاني خالص يعني بحس شكلي مختلف، مع انه انت كنت حلو وانت صغير، بس انت دلوقتي مود صغير منك. يعني سبحان الله، بس اختلفت اكيد. ما بقول لك في بقى في الشخصيات كمان بعد شويه اللي بتشوفه في حياتك والمسؤوليات، ولما يبقى قلبك حلو وربنا بيحبك وبتحافظ على نفسك بيحصل نور بقى، فبتبقى مور شارمينج، بتبقى مور احلى، بتبقى هانسم اكتر. ربنا الرضا برضو والبني ادم شايفين شايفين الحب والدلع. لا والله جد الحب بتعكسني، منى شلبي بتعكسني يا جماعه. البني ادم لما بيبقى كويس ده بيرفلكت على شكله طبعا. الحمد لله. بس من وانت صغيره اصلا بتعملي حاجات غريبه، انت بتسمعي من وانت صغيره ام كلثوم، من وانت عندك 5 سنين ام كلثوم وفايزه احمد يعني وورده، بتسمعي برضو حاجات مش على قد سنك خالص. مش عارفه ليه، بس انا كنت ببقى قاعده قدام التلفزيون، انت عارف القناه الاولى والثانيه كانوا دايما يجيبوا سهرات غنائيه. الست اللي كنت بحبها قوي بس انا مش فاكره اسمها، بس مطربه عظيمه اللي هي كانت بتلبس نظاره. ده بتقدم برنامج؟ لا يعني. كانت مطربه مهمه. مطربه مهمه؟ لا عيب كده ان انا مش فاكراها. برافو عليكي. مين؟ استاذه عزيزه جلال. عزيزه جلال. برافو عليكي. ده مين اللي عارف بقى؟ شاطره. برافو عليكي. برافو عليكي. شكلك بتتفرجي عليها وانت صغير. ما هو كانت صوتها حلو قوي قوي قوي، وبس هي بتغني غنى مش لسني. ولا فايزه احمد الله يرحمها ولا ام كلثوم، فقاعده قدام التلفزيون ماما تجيبني كده من قفايا. بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ بتسمعي ايه؟ طب انت فاهمه حاجه؟ اقول لها لا، تقول لي تقعدي تتفرجي على توم اند جيري وتتفرجي على الحاجات دي، تتفرجي على ايه؟ فاقول لها حاضر حاضر، واقعد بقى مش عارف ايه، واستنى بقى ينام وام شغاله التلفزيون زي الطفل بتاع بحب السيما، فاكر؟ ايوه طبعا. انا كده بقى جدا. كنت كده؟ كنت كده جدا. اقعد اتفرج على الحاجات القديمه، اقعد اتفرج على المطربين، واقعد اسمع اغاني مش لسني ابدا. لا يعني كنت بتحوشي مصروفك كل يوم عشان تشتري شريط في الاخر. وبعدين تشتري شريط غريب جدا برضو، يعني مش لسني خالص. يعني عمر خيرت. عمر خيرت والشريط اسمه ايه بقى؟ ايه بقى؟ اوجاع الروح. اوجاع الروح يعني ايه؟ 5 سنين وفي اوجاع روح؟ ليه؟ ما كانش فيه. ليه؟ بس هو ما تفهمش، انا بستقطب النكد او ايه؟ اتاري كل ادواري نكديه او كئيبه مش عارف، بس انا كان استاذ عمر خيرت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. انت قابلتيه طبعا لما كبرت؟ لما كبرت قابلته. بس انا صغيره لا. انا كنت بحب مزيكته جدا، وكنت بحوش فعلا. مثلا الشريط كان ساعتها ب 4 جنيه. ايوه الكاسيت. فكنت اقعد احوش لحد مثلا 4 5 ايام اجيب الشريط. واقعد بقى اشغله، واقعد بقى يا سلام. وانا مش فاهمه حاجه من المزيكا دي، بس اقعد بقى واتاثر جدا وتعيطي واقعد اعمل مشاهد لوحدي مش فاهمه حاجه. شو حاجه؟ أي.